على كلسة ختامية المشروع، وجدنا إن في حجم تداول وصل لأكثر من 700 مليون، وده يعتبر حجم التداول نوعا ما مقبول. المؤسسات كانت قايمة بعملية الشراء النهاردة في مقابل ده من جانب الأفراد، وجدنا ان تصنيف المستثمرين نفسهم في قوة بيعية من جانب الافراد وخاصة المصريين، في المقابل كان في شراء من جانب المؤسسات العربية والاجنبية. المؤشرات تعتبر ايجابية لحد ما، وجدنا مؤشر اسم البورصة المصرية ارتفع النهاردة بأكثر بحوالي 6%، وكان قرابة 14800. اعتقد ان هي تبقى الفترة اللي جاية تدعم المؤشر. كان في خبر جوهري وايجابي ده وضح جليا على السوق المصري النهارده، وهو استحواذ شركة العز الدخيلة على شركة العز للطرفلة بنسبة 100%، وده كان له رد فعل طبيعي وايجابي على سهم حديد عز وكذلك العز الدخيلة. هناك كان في كلام عن طرح القوات المسلحة او الشركات اللي خاصة بالقوات المسلحة اسهمها في البورصة المصرية، ده اعتقد هيبقى فيه نوع من السيولة اضافية داخل السوق المصري، واحنا عارفين ان في ثقه من المصريين عامه في الشركات اللي هي خاصه بالقوات المسلحه ان هي ناجحه في معظم او في كل المشروعات اللي هي بتقوم بيها. فاعتقد ان هي لو طرحت اسهم خاصه او في كل المشروعات اللي هي بتقوم بيها فاعتقد ان هي لو طرحت اسهم خاصه بيها داخل البورصه المصريه هتلقى رواجا ورواجا كويس ان شاء الله الفتره الجايه. اعتقد ان الاسبوع الجاي ممكن يبقى 14% دي نقطه دعم قويه جدا ان شاء الله للسوق في الاسبوع الجاي، واعتقد ان هيبقى احسن تداول اكبر من كده ان شاء الله.